كمان لموضوع أثار بلبلة خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية، لأنه فجأة وبعد 3 سنين تقريبا على توقيف الوزير السابق ميشيل سماحة بتهم تهريب عبوات ناسفة والتحضير لأعمال بتؤدي لتوترات مذهبية، كشف وزير العدل أشرف ريفي بناء على معلومات أجهزة أمنية غير لبنانية اعتبرها أنه ذات مصداقية كبيرة عنده، أنه أجهزة الاستخبارات السورية خططت لاغتيال سماحة. هالمعلومات دفعتنا للتواصل مع الوزير ريفي يلي خصنا ب 15/44 بالإجابة على أكثر من علامة استفهام وسؤال، بدءا من توقيت كشف هالمعلومات وصولا للمحكمة الدولية. الوزير ريفي كشف لبرنامجنا أيضا أنه سماحة بيملك معلومات عن قضايا أمنية واغتيالات حصلت، ممكن يكون من بين قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقبل ما نستمع إلى ما قاله الوزير ريفي بهمنا نوضح أنه نحن كمان تواصلنا مع عائلة الوزير سماحة وناس مقربين، إذا عندهم وجهة نظر أخرى بما قيل وبما يقال، فكانت الإجابة مباشرة من زوجة الوزير سماحة أنها هي تعتمد أسلوب الرد الكتابي الخطي فقط على أي شيء هني بدهم يردوا عليه عبر بيان شامل بيردوا فيه على كل شيء، وهني ممتنعين عن الظهور إعلاميا، بس نحن لنكون عم نعالج الموضوع بوجهة نظر الطرفين وليس من وجهة نظر وحدة. مباشرة ننتقل إلى الوزير أشرف ريفي. القضية الأمنية اللي انعرفت بقضية سماحة المملوك واللي شغلت الرأي العام قبل نحو 3 سنين عادت للواجهة من جديد مع المعلومات اللي كشفها وزير العدل أشرف ريفي، وتحدثت عن مخطط لاغتيال الوزير السابق ميشيل سماحة، بوقت نقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر حكومية أنه دمشق طلبت من حزب الله تصفية سماحة أثناء نقله من السجن للمستشفى، الأمر يلي نفاه الحزب واعتبر الاتهام ظالم وباطل. الفريق المتهم بمحاولة التصفية قرر هلأ، وأنا بتصور إذا بدك تبريراتي أو تبريرات الجهاز الأمني اللي أعطاني المعلومات هو أنه كأنه في بداية تكوين أو تفكير جدي بإنشاء إما محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا أو على المحكمة الجنائية الدولية، ونظام شاف حاله أنه بده يطير أي شاهد على جرائمه، وضمنا ميشيل سماحة هو أحد الشهود أو أحد المشاركين بكل أسف بالجريمة. إذا طلب مني ميشيل سماحة للشهادة حتى قدام المحكمة الخاصة بلبنان أو قدام المحكمة الجنائية الدولية أو قدام المحكمة الجنائية خاصة بسوريا، لن نتردد، هذا موقفنا التاريخي، وأنا كوزير عدل أنا لن أتردد، نعم بالتعاون إيجابا مع كل المحاكم الدولية. نقل لهاي بده يكون بناء لطلب المحكمة الخاصة بلبنان، محكمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ما بستبعده، أكيد ما بستبعده. اليوم نحن بنعرف تماما أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عندها صلاحية أساسية هي التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاكمة القتلة والمشاركين بالجريمة، وصلاحيتها كمان تمتد لبعض الجرائم الأخرى بالاغتيال بلبنان. قد يكون يطلب سواء من خلال المقارنة ما بين العبوات اللي ضبطناها وبين العبوات اللي استعملت باغتيال افترض جورج حاوي الله يرحمه لأنه كانت فيها مغناطيس لاصق مثل ما العبوات اللي ضبطناها، أو الشهيدة الحية مي شديه، ممكن جدا. ريفي يلي تحفظ عن ذكر اسم الجهة اللي زودته بالمعلومات ووضح ليش أعطيت المعلومة إلو مش لوزير الداخلية، نتيجة خبرتي السابقة وتعاطي السابق مع هذا الجهاز اللي هو جهاز غير لبناني، وأكتفي بهل جهاز غير لبناني أكتفي فقط لغير، ما بدي أصغر الدوائر، ما بدي أعمل إليمينيسيون صغر الدوائر واحدة وراء الثانية، هو جهاز غير لبناني فقط لغير. ثانيا تجربتنا بالتعامل معه أو بالتعاون اللي احنا وياه، تجربة أنه جهاز يتمتع بمصداقية عالية جدا وبدقة معلومات وبخبرة وبمصداقية عالية جدا، أعطاني إياها مباشرة من خلال موقعي السابق ومن خلال تعاطي السابق معه، واعتبر أني أنا معني كوزير عدل ومعني كمان بأنه أنا كمشت ميشيل سماحة سابقا، يعني شافه من هالمنظر هذا. الوزير ريفي وبحديث 15/44 أكد أنه مش عائلة ميشيل سماحة اللي بتقرر إذا في خطر على حياته أو لا. عائلة الوزير سماحة أكيد كان عندها موقف معين، أنا حقبا عملت واجباتي، تقييم المعطيات اللي عندي مش العائلة بتقيمه، لحنا مهنيين ولحنا معنيين وظيفيا بهالموضوع هذا، التقييم لعود لغير لحدا آخر. ثانيا أنا مش ناطر شكر من حدا نهائيا، أنا عملت واجباتي
أنا وقت اللي كان في ضرورة لتوقيفه أوقفته، وقت في ضرورة لحمايته وحماية حياته وأنا ملزم فيها وأنا معني فيها، نعم قمت بكل واجباتي لحمايته. الوزير ريفي جدد المطالبة بتسريع محاكمة سماحة ونفي وجود أي نية لإطلاق سراحه. منا قدام جريمة عادية جدا ليطلق سراح ميشيل سماحة مثل ما بتوهمين البعض بكل أسف. والمرحلة اللي كان يفترضوا الناس أنه كل واحد يتبع لسوريا لا يحاسب، هي مرحلة خلصت من زمان. سنحاسب مين ما كان يكون، ونحاسب حسب الجرم وحسب الفعل اللي عمله.